يعني انا شايف ان بصراحه بصراحه ما فيش حد كان بارز قوي في النهارده فريق النادي كانش الاهلي في حد فت يعني. بصراحه، يعني مش شايف اللي هو كان لعيب مخوفني، تمام. بدليل ان حصل تغييرات كتير قوي، اللعيبه المؤثره كلهم اتغيروا. ليك تعليق على اداء شريف؟ الشريف محمد شريف؟ محمد شريف عنده مشكله، انا شايفها ما حدش اتكلم فيها، هو حتى ما حدش بيكلمه قريب منه بينصحه. شريف بيلعب بنوع مش بتكلم عن النهارده، انا بحبه جدا وكان لعيب هايل، انما من ساعه ما جه هو كان جه واشتغل كويس قوي مع موسيماني وكان موفق وكان ماشي كويس معاه قوي. تمام. راح في الوقت اللي هو كان كويس فيه ما لعبوش. فجت بجد عمليه عكسيه عليه. نفسيا الولد اتاثر، انما كان كويس قوي وكل ما ينزله يجيب جون وكان متفوت، فكل ما كان بيكافئه ويقعده مش عارف ليه. فالولد مستواه بعيد خالص، انما دي الجزئيه الثانيه. هو بحس ان الفتره الاخيره حتى البطولات اللي خسر فيها النادي الاهلي سواء الدوري او افريقيا او الحاجات دي، كان شريف جات له فرص كان يقدر يحسم ماتشات كتيره، بس عنده نوع من انواع التعالي، لما بيجيب جون خلاص هجيب جون، في حركه اللي هي عنده اللي هو بيجيله الجلاله كده ان يعملها بمنظره فبتضيع. تمام. فهو شريف لازم يراجع نفسه، لازم يطاطي، لازم لان الكوره ما ينفعش يبقى في ابعت له عليها. ابعت له جوال حسام حسن يا كابتن. لا ده حسام حسن كان بقول لك ايه، كان حسام حسن بيرمي نفسه في من اي حته يجيب الجول. ده كان بيحيلي اي كروس، اي كروس بعمله له، وكان بيساعد اي فرقه، اي لاي مدافع او اي نص ملعب. مظبوط. طب كابتن، انا بس حاجه عايز اكلمك فيها كمان، ان انا يعني من خلالك يا محمد، ان الجمهور النهارده انا بشوف الجمهور المصري اللي جاي الخمس ساعات ولا ست ساعات جاي، ست ساعات هيرجع تاني طبعا، وكانوا مالين المدرج وكان ليهم عامل السحر مع اللعيبه. فاتمنى منك ان هو يوصل من خلالك، ان نفسي يبقى موجودين معانا كل الماتشات، لان دي بيبقى عامل ايجابي جدا ومؤثر على طبعا. النهارده الجمهور يا كابتن كان يفرح، وجمهور الاهلي يفرح، وشكل الماتش حلو. لا حلو، بالجمهور والهتافات. استاذ محمد، ممكن يعني انا لما اشوف دلوقتي كاس الخليج في العراق مثلا، والدنيا طبعا عمليه الدنيا بيبقى فيه عندهم مشاكل كتير، والملاعب بتتعمل وبطولات وبتتملي الاستاد، واحنا كان في كاس الامم الملاعب كانت مقفوله. ليه انا عايز افهم ليه احنا ما نملاش المدرجات تاني؟ ليه انا مش عارف. النهارده يعني الهتافات يا كابتن رغم العدد، شوف قد ايه كانت بتزلزل الملعب صراحه، من يعني ده نرجع ومن ده. تاني مظبوط. للناس اتبسط، واللعيبه بقى اللي قعدت سنين ما تلعبش بجماهير دي لازم ترجع تشوف جماهير تاني. بتفرق جدا طبعا يا كابتن. طب يا كابتن، قبل يعني حاجتين، الاول ليك تعليق او تقييم، بما ان انت يعني الباك رايت التاريخي المصري، ربنا يخليك بجد، يعني الاهلي جاب خالد عبد الفتاح، هل حضرتك متابعه؟ يعني ليك تقييم له لخالد؟ يعني انا شايف فنيا مثلا ما بين محمد هاني وخالد، لا محمد هاني يستمر، خالد لعيب كويس، وانا على فكره احنا مطلعينه في سموحه. كنت لسه هقول لك انت اشتغلته في سموحه تقريبا. تمام. احنا اللي طلعناه من الناشئين واحنا اللي لعبناه على فكره. تمام، بس ما اشتغلتوش معاه في لا لعبناه في سموحه. لعب في سموحه. تمام، لعب معانا ممتاز قبل ما نمشي. تمام. خالد لعيب مجتهد وقريب شغله من محمد هاني بالظبط، تحس ان لعبهم زي بعض. تمام. محمد هاني خبراته اعلى، لان بيلعب في النادي الاهلي ومن ناشئين النادي الاهلي ولعب ماتشات افريقيا ودوري كتير ولعب في نادي الاهلي كتير، فانت مش هيختلف، هتلاقي فنيا انا شايف محمد هاني اعلى. تمام. يعني فنيا، لان الخبرات اللي اعلى باللي انا قلت لك عليه. تمام. ان محمد هاني اصلا انا وحسام مقتنعين بيه انه لعيب هايل. انت طول عمرك يا كابتن بتقول عليه كده. بس متداس عليه. محمد هاني اتداس عليه من موسيماني، واتداس عليه من مدربين، واتداس عليه للاسف، وحاجه ما كانتش بتحصل ان جمهور الاهلي اللعيب ابن النادي الاهلي او متربي في النادي الاهلي ولعيب محترم ومؤدب وراقي يبقى فيه ضغوط عليه بالشكل ده. انا شايف ان محمد هاني النهارده كمان من يعني ما رضيتوش حقه النهارده من احسن ماتشاته. تمام. اللي فات احسن هو اخر ثلاث ماتشات كويس جدا، اخر ثلاث اربع ماتشات بصراحه كويس جدا. انما خالد يا كابتن كان هاب ديفندر وانتوا خليتوه باك رايت. لا باك رايت، هو باك رايت طول عمره. باك رايت. طب قول لي، انت مرنته مروان في الاتحاد، مروان عطيه؟ مروان مرناه طبعا. ليك واحنا برضو اول ناس لعبناه
وما كانش بيلعب. احنا رحنا الاتحاد ما كانش موجود اصلا على الخريطة يعني، هو كان في الناشئ من طالع من الصغير تمام وموجود. فاحنا برضو حسام اللي لعبه واللي خلاه عنده استمرارية وبقى موجود في الملعب وحطته في التشكيلة الاساسية. تمام. فمروان لعيب كويس وزاد على فكرة، مروان زاد اكتر من يفيد يعني الاهلي، هيفيد لان هيلعب باسم النادي الاهلي كمان مع احترامي طبعا النادي الاتحاد. لما بيلعب بثقة الاهلي وقوة الاهلي واللعيبة اللي حواليه هيعلى. بس هو لازم يكون، هل هو شخصيته هتبقى شخصية النادي الاهلي او لا؟ ما هو مش اي حد يبقى شخصيه النادي. طب انت من 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 طبعا انا عارف ان انت كمان وانت مدير كوره بتبقى قريب من اللعيبه، بتتكلم معاهم وبتعيش معاهم يعني الاجواء. هل مروان يخش يدوب في شخصيه النادي الاهلي ولا محتاج وقت ولا ايه يا كابتن؟ لا لا لا، مروان يتكيف عنده حته هدوء وبرود شويه في عادي يعني، هو خلاص يعني يقدر يتحمل، عنده نضوج. بس هو المشكله ان انت يعني المركز ده انت في النادي الاهلي كتير تمام، يعني انت في يعني في النادي الاهلي عندك ديانج وعندك حمدي ثلاثه وعندك حمدي، وخد بالك في فخري وكوكا بيلعب في الحته دي فهو غريبه. هي طبعا حته ما اعرفش، اكيد النادي الاهلي بيبص يمكن عشان عنده بطولات كتير، او ممكن يكون بيفكر ان السنه الجايه ديانج يمشي، وارد جدا ممكن، لانه وارد. ممكن يجيب سعر كبير او حاجه، فوارد. بس انا شايف ان انا نادي الاهلي، النادي الاهلي كبير وبلعب بطولات كبيره وبحارب عشان اجيب لعيب كويس. ما اعتقدش ان المكسب يعني اللي هو انا ابيع عشان لعيب مهم جدا يعني. انا حتى لو جاي في مبلغ، انا شايف ان ديانج ما يلعبش ما يمشيش تمام، طالما محتاجه. على فكره ديانج دوت كان هنجيبه ب 35,000 دولار على فكره، ما حدش يعرف الموضوع ده. واحنا في مصر ايه واحنا بنلعب في افريقيا، اليو ديانج ده مع المصري فكنا في اللعب قصادنا وكلمنا، كان بيلعب في الجزائر تقريبا. لا لا لا، لا قبل الجزائر بيلعب في مالي. لا والله دوجليبا المالي، دوجليبا المالي ولعب قصادكم ولعب قصادنا وقلنا ولفتنا نظرنا وقعدنا مع الناس مجلس الاداره. طبعا تعرف الناس في افريقيا طيبين يعني تمام، اي حاجه نفسهم بيرضوا بيها. عملت ايه؟ اتفقنا انفصال مع رئيس النادي ان هي 35 او 40,000 دولار. وده اتكلمنا من الناس اللي كانت موجوده ماسكه الاداره في النادي، يا جماعه لعيب كويس قوي، لعيب هيكسر الدنيا وصغير. فمحدش سمع كلامنا. حاولنا تاني، والراجل لما جم القاهره قعدنا في الفندق والراجل مستني نديله الفلوس، محدش واديكوا استغنى عن اليو ديانج؟ وديانج اتباع الاهلي جابه بمليون و200,000 دولار. ما جابه من الجزائر. والله من 35 ل 40,000 دولار متفقين، والراجل مستني وكان بيرقص، ده كان كمان يعني لا لو ضغطت عليها كانت تبقى 25. ده جزء من الفلوس دي قطعها بجيب يعني يجيب حد فيهم من الاداره من الناس بتاع افريقيا يعني. أيوه. هم كده كده هم بياخدوا عموله اصلا، كل يعني رئيس النادي الفلوس بتاع اللعيبه بتاعته يعني. اوكي قطعت الدنيا كلها. ده كان مين رئيس النادي او كان مين يا كابتن رئيس النادي المصري وقتها؟ لا انا بتكلم على الفرقه بتاعت مالي. لا مين كان رئيس النادي المصري وقتها او مين كان البورد؟ كان معانا الحاج سمير حلبيه. اوكي. وكان مع محمد قابيل، ومحمد قابيل حاول معانا وبتاع، بس هم الناس النادي قال لك ما يقدروش يعني يعملوا يجهزوا ال 45 قصدي ال 40,000 دولار او 35,000 دولار. شفت النهارده يا كابتن سعره يعدي ال 5 مليون دولار؟ كفايه مستواه كمان. طبعا يعني كانت هتبقى صفقه. والله دي حقيقه على فكره، واسالوا الوكيل موجود. لا ما انا مصدقك. ديانج كان بس دي جديده دي يعني، ديانج كان اصلا ممكن المصري يجيبه ب 30 40,000 دولار. دي حقيقه. يعني دي محدش يعرفها. دي جديده دي. وقعدت معايا يا كابتن هو شخصيا اليو وقتها؟ لعيب كان صغير وهو فرحان ان هو مش مصدق ان هو جاي النادي المصري. وقعدت وقتها معاه يعني، انت قعدت شخصيا يعني مع اليو؟ قعدنا وخلصنا كل حاجه مع، والراجل مستني نفسه ياخد الفلوس باي طريقه عشان ويسيب لنا الولد وكده. ما فيش يعني شوف لفه الايام. يعني بعديها بسنه ولا بعديها النادي الاهلي جابوا مليون و200,000 دولار. طبعا، لان هو راح الجزائر والاهلي خده من الجزائر فباعوه غالي. وتلاقي الجزائر على فكره خدوه برضه ب 40 50,000 دولار اكيد. بص اقول لك حاجه، انا شايف في مدربين او في لعيبه، احنا مصر بقت خليجي مش عارف ليه، انا مش فاهمها. احنا الاسعار بتاعتنا مرتبات ومرتبات لعيبه واجهزه اجانب اعلى من اي حته يعني. انت الراجل
اللي كان بياخد نص ال 50%، قصدي بياخد 100% هنا، بياخد 50% في السعوديه وبياخد 50% في. كابتن كيروش هنا كان بياخد 120,000، راح راح ايران ب 50,000، ب 50,000 بعد شهر، وموسيماني بعد... نفس الشيء برضه. اه مش وموسيماني نفس الشيء، وراح السعوديه كمان، يعني مش راح اي حته، واهلي جده يعني نادي غني ونادي معروف و... اه انا شايف ان احنا في حاجه مش مظبوطه. طب يعني طبعا طب يا كابتن بص، ما ده ملف يا كابتن، خد بالك في غايه الخطوره، ملف يعني وريحته وحشه. انا طبعا مش عايز اتكلم عشان ما حدش، انا بتكلم في الكوره في النهارده في الماتش، انما انا بتكلم بصفتي راجل مصري مواطن مصري وراجل لا واكيد يعني انت بتمتلك معلومات شويه تاريخ في الرياضه يعني. لا يا كابتن تاريخك كبير، بس انت اكيد بتمتلك معلومات لان انت في الفيلد نفسه اكيد، وانت بتجيب لعيبه بتشوف حاجه اكيد. انا شايف احنا في مواقف العالم كله في مواقف ماديه صعبه واقتصاديه صعبه. انا رايح اجيب سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات سواء اولمبي او اول بعمله صعبه. طب انت ما حدش سال نفس حد سؤال، انتوا بتدوا بتجيبوا العمله الصعبه ازاي؟ بتديها للمدرب او اللعيب الاجنبي او الحاجات دي؟ ما انت كده بتعملها سوق سودا يعني، ما في لازم الناس كلها تتحاسب بصراحه يعني. انا بتكلم وخد بالك بعيد بقى عن يعني عشان نقفل بقى الموضوع، محتاج استرسال اصله معلومات، بس هنختمه بانه خد بالك مع الوضع في الاعتبار انه العمله كمان تضاعفت. لا خلينا في ان مفيش دلوقتي، لا تضاعفت كمان ايه يعني؟ يعني انت النهارده اذا كنت بتدفع مليون جنيه بتحولهم دولار، بدل تدفع اتنين يعني، كمان راتب المدرب حتى لو ساب الدولارية هو بالمصري تضاعف. طب ليه؟ مش عارف صح؟ طبعا يعني مش مثلا ومش شايفينه واو، ومش شايفينه واو يعني، ما شفناش ليفربول، مش شايف ما عملوش يعني. ليفربول يعني ولا عملوا